الطريق إلى المحاكم بدأ بالفعل، لكن هذه المرة اتهمت شركة تويتر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بمحاولة إبطاء الدعوى القضائية التي رفعتها لتراجعه عن إتمام صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر، وحثت على إجراء محاكمة في سبتمبر لضمان استمرار تمويل الصفقة. لكن قاضي في محكمة بولاية دلاور الأمريكية أعلن قبول حجة تويتر التي تقول إن التأخير سيلحق أضراراً بأعمال المنصة، وستكون الجلسة المقبلة في أكتوبر المقبل. وينضم إلينا من واشنطن الصحفي كريم يسري. كريم، أهلاً وسهلاً بك معنا. يعني بداية، كيف كانت ردود الفعل على قرار المحكمة بأن تكون المحاكمة في أو الجلسة في أكتوبر ولا تأخير؟ نعم كارولين، يعني فعلاً كل الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية خرجت بعنوان واحد، وهو انتصار مبكر لشركة تويتر على أغنى رجل في العالم وهو إيلون ماسك. وده بسبب ان القضية يعني كاتلين ماكورميك قررت امس ان المحاكمة هتقر او سيتم يعني البدء فيها لمدة 5 ايام في شهر اكتوبر. كان يعني الدفاع الخاص بماسك او فريق القانون الخاص بإيلون ماسك كان بيقترح ان المحاكمة تتم في فبراير من العام القادم، ولكن الفريق القانوني لشركة تويتر كان بيقترح ان المحاكمة تتم في سبتمبر. وفي نهاية الامر حكمت القضية بأن يتم يعني أو تتم المحاكمة في شهر أكتوبر. فبالتأكيد يعني العنوان الرئيسي لمعظم القنوات ومعظم الصحف الأمريكية هو انتصار مبكر لشركة تويتر. ده يعني انعكس بشكل مباشر على سعر سهم تويتر في البورصة الأمريكية، واللي وصل امبارح لحوالي 40 دولار. كان السهم انخفض منذ ابريل الماضي من 54 دولار الى حوالي 30 او 33 دولار. ويعني اول امس بعد يعني الاجراءات اللي اتخذتها شركه تويتر بانها هترفع دعوى ضد ايلون ماسك، تم رفع السهم او حقق ارباح ليصل الى حوالي 38 دولار، وامبارح السهم بيغلق في البورصه الامريكيه عند 40 دولار، ومتوقع ليه ان هو يزداد او تزيد ارباحه يعني وصولا لاكتوبر القادم في ميعاد المحاكمه. وهل يعني السؤال الاهم دلوقتي، هل هيوصل سعر سهم تويتر لما كان عليه قبل تدخل ايلون ماسك، قبل عرضه لصفقه ضخمه لشراء تويتر ب 44 مليار دولار؟ اعتقد ان هو ده اللي بيهم عدد كبير من المستثمرين في شركه تويتر، خاصه ان الشركه في يعني ملخص دفاعها او ملخص اللي قاله الفريق القانوني الخاص بيها ذكر ان يعني فتره الغموض اللي حصلت الفتره اللي فاتت تسببت في اضرار كبيره لشركه تويتر، وانخفض سهمها بشكل كبير في البورصه الامريكيه، وايضا وصفت الموضوع بالتخريب. يعني كان مباشر اتهام ماسك بانه ما قام به يؤدي الى خراب تويتر ويوميا تخسر، ولكن هو قال انه ايضا سيقوم برفع دعوى ضد تويتر بانه ما يقوم به او تقوم به الشركه هو لدفعه على شراء المنصه. هل السيناريو المتوقع الآن محاكمة ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى تتم، أم ربما فعلا يمكن أن يتغير أي شيء؟ الحجج اللي قالها الفريق القانوني الخاص بإيلون ماسك هي اعتبرت من قبل خبراء القانون في الولايات المتحدة هي حجج ضعيفة، لأن إيلون ماسك بالنسبة له يعني الحجة الأقوى هي أن تويتر لم يزوده بالبيانات الصحيحة والحقيقية عن عدد الحسابات المزيفة على المنصة، لكن تويتر ذكرت أنها زودته بالبيانات الصحيحة وهي مقدارها 5% فقط من إجمالي عدد الأكاونتس أو الحسابات على المنصة بالكامل، وبالتالي حجج إيلون ماسك ليست قوية. عدد كبير من خبراء الاقتصاد أو المال ذكروا أيضا كارولين بأن السبب الحقيقي هو انهيار أو انخفاض سهم تسلا، ويعني انخفاضه بمعدل 30% على مدار الشهور الماضية منذ إعلان إيلون ماسك أنه هو هيخش بصفقة ضخمة بمقدار 44 مليار دولار لشراء تويتر. ده أثر بشكل كبير على سهم تسلا، وكان إيلون ماسك بيعول على شركة تسلا أو أرباحها لتمويل الصفقة الضخمة، وبالتالي ده يعتبر السبب الحقيقي من قبل عدد من خبراء الاقتصاد. عدد كبير بيتوقع أن الأمر في النهاية هيكون عبارة عن تعويض أو غرامة على إيلون ماسك يعني لصالح تويتر، وده هيفيد شركة تويتر جداً يعني خصوصا السهم الخاص بها في البورصة الأمريكية. شكرا جزيلا لك من واشنطن الصحفي كريم يسري، شكرا لوجودك معنا.